كرات الدجاج المقرمشة تكفي 4 أشخاص. المقادير: 500 غرام لحم دجاج مفروم، بصلة مفرومة بشكل ناعم، 3 فصوص ثوم مفرومة، ملعقتي طعام نعناع طازج مفروم، 3 ملاعق طعام بقدونس طازج مفروم، ملعقتي طعام عصير ليمون أخضر، 160 غرام أو 2¾ كوب فتات خبز طازج، بيضتان مخفوقتان قليلاً، ملعقتان صغيرتان بودرة مرق الدجاج، 150 غرام أو كوب فتات خبز مجفف، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 500 ملليلتر أو 2 زيت نباتي للقلي، وملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: نمزج الدجاج المفروم والبصل والثوم والنعناع والبقدونس وعصير الليمون ونصف البيض المخفوق وفتات الخبز الطازج وبودرة مرق الدجاج والفلفل الأسود والملح. نغمس اليد في الماء البارد ونصنع من كل ملعقتي طعام من المزيج كرة دجاج. نغمس كرات الدجاج في البيض المتبقي وفتات الخبز المجفف ونقليها لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق في الزيت النباتي.